يديك قب يا وليف واعتني فوق هياك تسبق نسوم الريح يا من تمدي اسرع من اللي بس باري شهر اسمعوا يا رجال، هذا البواق الخسيس من عرب الشيخ مثل والله يا بنيتي، ابن آدم لا يغفل عن قول يا ستار. قطعتنا كل هالدروب وانت تضحك علي. حشاه، وكاد عرفوا اننا ودنا نهجمهم. وشلون عرفوا ونهجم؟ خنت ربعك وضعفتهم جواتهم يا متعب. انت وربعك من يومكم جعانين، ولو اكلتوا كل خير البادية ما رح تشبع. يا شيخ جازي طول عمره واقف مع ربعه، وحين وقع ما لقى حد منهم. وليه ربعه؟ دلوله يخون يخدر. والله ابوه عايش مع رجل غريب وخلها عندي في الحريق. احنا ما نقبلها عليها ولا هو يقبلها. احنا مطولين بهذا. انت لازم ياود ما يتاخر، بس انا لسه في شغل كتير. يوم قال أبوك إنه وده يجمع العشيرة، ليش يسمي واحد منكم شيخ؟ ليه ما قلت له بالصوت العالي إنه ودك الشيخة؟ Yeah.
أريد أعلمش الفروسية. والله أنا في هب فروسية، في هب الخيل. يومين ثلاث وتصيرين أحسن فارسة. أنا؟ والله أنا بدو سنة، سنتين، 10 سنة. أقول إيه؟ وش رأيش تعيشين عندنا؟ والله أنا بهب هنا إشي، بس أنا في شوق لماما كتير يا بلقيس. الله يجمعش بهلش ويحفظش لهم. Thank you. بلقيس أنت like my sister. أنا لازم ياخد معك picture للذكرى. وشو؟ picture صورة. بلقيس look look في ظلم على الخيل هناك. look look من على خافوق وانا صياد شفتهن شوف العيون وما ولفني حركن جوارحي والشوق لهن زاد سلن القلب وبعيونهن سوسحني حداهن مسدس والثانيه لها اعتاد يا هول قلبي بالخجل والخفر جننني رهنت قلبي رهن منيع بلا صفات احبك موتن لو حظوظي عاندتني أحبك وأقولها على روس الأشهاد لو سيوف القبايل كلها واردتني قلب السجين وانت يا صاحبي جلاد سلمت أمر للي بالهوى سجن يكفي يا بلقيس ما حد يقدر عليك مش لونك بعد هالأيام السعاد كل الصعيبات تهون لجل الزينة اهلا اهلا مستر راشد اشوفك تحفر مستر راشد انا شفت افعى كبير كبير كتير الكلام ما يدخل العقل يا ميكل انت قلت يوم لفيت انك جيت تدرس حياه البداوه قل لي وين يدرسوها في الحفر حبيبي انا كنت عم بشوف افعى عشان موت افعى سنيك اسمع يا ميكل اذا في شيء عندك ينفعني انا ساعدك وخلك من سالفه السنيك الله يجبر بخاطرك يا ولدي يا ماجد ويعطيك على ما يرضيك يبا انا لقيت خلف لكني ما تكلمت معه يا ولدي يا ماجد البنت اللي لقيتوها جريحة طلعت بنت الأجنبي وهي وين هي؟ هي عندنا بالبيت تاكل وتشرب ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها لكن شلون تفاهمون معاها وهي خرسة؟ لا 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 وأنا بشيرك انطلق لسانها بس حكيها فرنجي خذ عديت عنك بس هذه المرة والله ثم والله لو تكررها سلم على روحك خذ على كل حال
الشيخ قحطان قال لي سلم على متعب وقل له يبنها منيع على ظهر الفرس وعفينا عنه والمفروض انك تقدر هالهرج. الشيخ قحطان علمك؟ ايه ورجاله جابوك منيع. اسمع ما ودي اشوف صورته مرة ثانية. يلا انقلع. انا ماشي بس على الاقل طالما بينك وبين الشيخ قحطان عيش ومر المفروض انك ما تغزيهم. قلت انقلع. انقلع يلا. اقول طال عمرك هذوك منيع يوم الكونه. يهدي يهدي وين صدقت هذا المخبول؟ اقول يا هاجم انت من اليوم شويري يا مرحبا. قهوه قهوه يا ولد قهويه. اه يا ميكل وش ودك تقول؟ مستر راشد انا وانت ممكن يعمل ديل اتفاق بيني وبينك. انا بعطيك جزء من دفاين وممكن خليك يصير مثل ما انت بدك مقابل وعد شرط. اتحرك انا براحتي. بس يا ميكل انا ما اقدر اوعدك ولا اعطيك شيء الا اذا صرت انا شيخ العشيره. اما اذا ظل ابويا الشيخ او الشيخه راحت لماجد ظني ما يخلوك. وانت تذكر يوم وصلت ومنشدك ابويا عن الوقت اللي تحتاجه. مستر راشد انت بدك بله ولا بدك يكات الناتور؟ ما ودي بالناظور انا ودي البلح. انت بأمر امر الشيخ راشد. انت الك مني كل الدعم. ابو شريك بس لا تقوم باي حركه اذا ما انا حواليك خوفي يذبحوك مثل ما اتفقنا. الليله هجيب لك ناس يحفروا بس تكرمهم وتعطيهم. نو 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 مستر راشد شيخ راشد حفر انا وانت بس. على رايك نعاود الليله ونحفر بذا المكان. اها وايش تقول القحطان كانين ماخذين متعب منيع؟ اي نسيبه الجازي ما استحى منه رماها بوجهه قال له يا متعب انت جابوك القحطان العربهم منيع. بعد ليه خلانا نغزي مراع القحطان؟ مدري هذه الأولى والثانية لا يعد مراجل على أهل الديرة ليه؟ تدري يا هاجم أنا من رأيي نجيب أبو فلاح ونسلمه الشيخة ويقود القبيلة. ترى هو حق بالشيخة ومتعب خذاها منه وبهالطريقة نكسر خشمه. وش رأيك؟ اي 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 لزوم ولزوم بعد ما يغزي القحطان لانهم ليه؟ لانهم كاسرين شوكته. معك حق. اتعبتنا يا متعب اتعبتنا. يمه انت قومت المناحة على ايش؟ على ايش يا ولدي؟ الرجل من غير ولد ينقطع ذكره من الدنيا. يما كل شيء قسمه نصيب وهذا نصيبي وابغى ارضى فيه. يا ولدي كل عقدة ولها حلال وانت عقدتك محلولة. انا سويت اللي اقدر عليه. وش قالت الحكيمة؟ قالت ان حرمتك ما فيها خلف. بعدين كبيرة شوي. لكن إذا الله راد للحكيمة ولا غيرها يقول لا. وأنا حط عيني بعين الكريم. أنا أبغى أروح الشك. يما مش رأيك نروح عند فضيلة؟ وكاد إن حالها ما هو بالحيل. يا رب هالمشكلة ماجد وفضيلة
حرام ماجد ما في بيبي. راشد أول الغيث كترة. شوف وش هذا يا ميك؟ غزوتنا الليلة ما هي نافعة حبيبي. هذا بلد خير، اليوم فيه خير قليل، بكرة خير كتير. آه إني شايف بعضهم من بعض، ما تجيب خمس عنزات. لا حبيبي، إحنا هلا بنروح على خيمة بفحص بعدين بتأكد. إيه نشوف. يلا 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 يلا. ما هو بيدي يا عمّة، ما هو بيدي، ما هو بيدي. دامش إنش عارفة ما هو بيدش، علامش تبكي ومتعبة روحش. يا بنيتي منتي لأول واحدة ولا آخر واحدة ما تخلف، والخلفة قسمة ونصيب. أمسحي دموعش، أمسحي دموعش يا الغالية، وكلي أمرك لرب العالمين. إيه يا بنيتي، الحكمة حكمة رب العالمين ما حكمة البشر. وياما ياما حريم ما خلفن، ولما راد رب العالمين حملن وخلفن. انتن جايات لأجل توسني وتخففن عني عقب ما قالكن ماجد عن الكلام اللي قالته الحكيمة عني. لا 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 يا بنيتي، انت عارفة معزتش عندنا. طويلة عليكش فضيلة، الكل صار يشفق عليك. لا شفقة ولا غيره. قولي من وجه البيت. قومي يلا فضيلة، تعالي معنا. يلا فضيلة قومي معنا. راشد في معك 50 درهم؟ وإيش قصدك يا ميكل؟ أنا ممكن أعطيك كل إملة هاي، إملة تابانة. يعني ما يسوين التعب؟ ما يساوي شيء، بس أنا ممكن استفيد من هذا إملة مشان دراسات تاريخية. خلاص دام إنهني في دنك اعتبر حصتي هدية لك. راشد هاي أنت شيخ عن هك وهكيك، بس لازم فلوس عشان يصير شيخ كبير. اها الحين بديت تفهم علي يا ميكل. راشد انا ممكن اساعد انت عشان يصير شيخ شيخ كبير. شلونش يا اصحاب؟ تسلم لونك يا طويل العمر. بالنظر اكتفي منش، ما ابغي الكلام. عيونك علمني دروس العاشقين، تعودت ضحكتك هي السلام. عوافي شلونش يا قمر تشرين؟ هلا باللي حرم عيني لذيذ المناه، انت لك بالشعر خيل وميادين. ماني بالشعر قدك يا ابن الكرام، انا القمر يا رعد وانت الميازين. لولاك يمكن المية ما جرى صافيها، ولا نجوم السما طلن، ولا القمر بان، ولا الاصايل ترجد وتحمحم الراعيها، ولا مزون السما هلك وفاضت الغدران. عاجز قلبي عن اشعارك وقواب فيها، لك سلمت مراجل الهوى مع الشرعان. اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها، واسقيني من بنا اليمن يا شوقي فنجان. راشد صح لسانك يا قليل الحياة. سألت عن اللي يستحون وقالوا لي انهم ماتوا. اسمع يا راشد، انا ما ودي رد على كلامك، مش لجلك، لجل اللي وراك عمي الشيخ قحطان
واخوك الشيخ ماجد. من شايف ان جيتك للغدير ما هي زينه؟ واذا انت حاب تقعد روح البس الصره حق اختك وهات القربه وتعال سولف مع البنات والحريمي يا قليل الحق. اسكت اسكت. اسمعي يا بنت، والله لو اشوفش مره ثانيه تكلميك لقص رجولش. صاير رجل وانا ما ادري. اقول اسكتي، والله لقط لسانش يا شاعرة البلاء والغوى وقلة الحياة. هذا الهرج لكن الثنتين، مو واحدة دون الثانية. قول يا طويل العمر. تفضل طال عمرك. لفني علوم انكن ما تهرجن مع بعض ولا تزورن بعضكن البعض وتعلم من عيالكن عادات ذميمة، وهذا الهرج ما اريده. أنا ما مني عوق طال عمرك. له بالله، العوق منش ما هو مني. لا تصدقها يا أبوه ماجد، الهرج ما هو صحيح. اسكتني. كل الماضي ودي يحط عليه حجر وسده. من اليوم تتريقن مع بعض وتسهرن مع بعض. وش واقع الهرج الحين؟ لأن أذاني تخزقن من كثر ما اسمع. وهالحكي لزوم يمشي، مفهوم؟ وش علومك؟ عساك مرتاحة؟ هقوتي الراحة فرقتني يا عمة. ليه كف الله الشر؟ حاضنتي ببيتك معززة مكرمة وما في حدا مقصر معك. صحيح، لكن الحرمة منا حياتها ما توقف على أكل والشرب وخدمة الزوج، وانتي أدرى. قالي انك صادقة. هل واحدة منا تشتاق لكلمة يمه؟ يمه اي، تشتاق العيل يمشي وراها، تشتاق تشوف عيالها نشامة وفرسان وتجوزهم وتفرح بيهم. هذا اللي عال قلبي وقاتلني يا عمة. وبعدين انت يدرى بهالديرتك تعرفينهم اكثر مني. منهم اللي يقول هذه راحت وهذه قالت وهذه سوت وهذه قصدة الحكيم وهذه ما تخلف مثل الشجرة المقطوعة. هذا نصيبي عاد، وش أسوي؟ وزيدت من الشعر بيت، لكن هدرج تقولي أني أنا علمتك. خير، في شيء؟ شيء وبس، جساة من الله أولاد الحرام. وش بي يا عم قولي؟ الصحيح أنا من الأول ود أعلمش، لكن قلت يجوز طويل العمر يعرف ويطلقني. هذه السالفة كبيرة كبيرة وبس، لكن أعلمش أعلمش ودك قولي. يا الله اسمع، بالأول يما جهزي لي الزوادة. ويش زوادة؟ ايه، قلت يطلع البرية اشم هواها، أحس حالي مهموم، صدري ضايق.
انت مهموم يا ولدي. اي والله مهموم، بحس صدري وده ينفجر. وقاد اني فيه شيء حتى عرض لك وقدر خاطرك. لا هذا ولا ذاك يا امه، انت ولدي وانا اعرفك، وقاد اني فيه شيء. يا امه في ولا ما في، السالفه ما هي كبيره. انت حضري لي الزواله. على سالفه الزواله، انت ناوي تتوخر؟ يمكن ليله ليلتين وعاود. انت يا جهزي للزواله. خير يا ولدي ان شاء الله. بابا انت في ضل هون على طول عايش مع بيتو؟ اذا انت في ضل عايش هون انا لازم يروح يجيب ماما انت ارجع. بابا احنا عايش هون في مصلحة في شغل، احنا اول ما بيخلص شغل على طول بسافر. بس انا بيهيب بدو بيهيب سهراء بس ما يقدر يعيش هون. مزبوط بابا، حياة هون كتير صعب. في ناس هون بيهيب باقات، في صداقة، في مهبة. بابا انت لسه صغير، ما بعرف ناس هنا كيف بفكر كيف بيعيش. هقوتي انه متناقر مع راشد على الغدير. وانت كيف عرفت؟ عرفت يا مرعد عرفت، ما في شيء تخبى اليوم. تقول انه راشد زايدها معه ورعد مو راد عليه، ولهذا السبب طلع للبر. وعلى ويش كل هذا الهرج يا مرعد؟ مره نصحته وقلت له لا تقرب القرايب لا بزواج ولا بدراهم، لكن هو بخذ بالنصيحه. ايه الاكيد انه شافه واقف يهرج مع بلقيس. الله أعلم هذه هي السالفة. إيه يا أبو رعد، هالديرة ما ترتاح وراشد بيها. الجرح بالكف يا مرعد، الجرح بالكف. ولو حياتك كان لي مع راشد هرجت ثانية. يعني الشيخ قحطان ما يدري؟ لله لله ما يدري، ولو الدياه يدري بعد. حبيبتي فضيلة، انت تعرفين معزتك عندي، انا عزتك مثل ماجد واسود. بس الصحيح صحيح، هنا جيت اعلمك بسالفة قبل لا تعرفينها من حد غيري. وش هي؟ خضرة ودها تجوز ولدها ماجد حتى لو جبتي منه 10 عيال. أنا سمعتها تقول هالهرج بذني هذي اللي وده ياكل هالدود. أدري أدري إنها ودها تجوز ولدها، لكن يا حبيبتي يجوز هالعلة من ولدها، ليه كبين شرهم عليك؟ ليه؟ حقول؟ والله يا عمّة ما أنا عارفة استدل على الصحيح. هذا أنا دليتك وعرفتك وقلت لك، والباقي عندك. لو هالكلام صحيح يا ماجد ترى هتكون آخر أيامك، ومثل ما يقول المثل علي وعلى عداي. أنت تعرفين أم خضرة؟ أم خضرة ظلت تصول وتجول بالديرة لحين ما ساوت عداوة بين جدك الله يرحمه وبين عمي راجح، وشال هو وولدهم من الديرة وخمستهم من الديرة. أم خضره